يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء الجمال. اليوم حابة أتكلم معاكم عن موضوع جديد يهمنا جميعا، وهو سؤال يدور في أذهان الكثير منا: كيف أكون واثق في نفسي؟ كيف أكون واثق في شكل الخارجي؟ كيف أكون واثق من ملامحي، من شكل جسمي؟ هذا السؤال يدور في أذهان الكثير منا، أنا وإنت وإنتي. وهذا الشيء ما يعتبر شيء مخجل أو شيء مخزي أو شيء نستحي منه، لا، لأنه ما وصل إلى المرحلة المرضية. لكن المشكلة عندما يتحول هذا الشعور وهذا السؤال وهذا التفكير إلى اضطراب مرضي واختلال في صورة شكل الجسم. كمان راح يكون مشكلة هذا الشعور عندما يؤدي إلى انخفاض في تقدير الذات وعدم القدرة على الاتزان الداخلي وفقدان الثقة في النفس. ومن هنا راح أتكلم عن مجموعة من الخطوات تساعدنا إنه إحنا نتخلص من هذا الشعور. الخطوة الأولى لتكون أو تكونين واثقة من نفسك هو إنه يتقبل الإنسان ملامح وجهه، ملامح جسده بكل تفاصيلها، ولا ينجذب للصورة الإعلامية اللي يحاولون فيها في الإعلام والسوشيال ميديا أن يظهرون معايير غير واقعية لشكل الجسم، لأنه بطبيعة الحال كل الناس مولودين بأجسام غير متناسقة وغير متطابقة أو غير مطابقة للمعايير اللي تظهر في السوشيال ميديا. غير كذا، هذه المعايير مختلفة من زمن إلى آخر. في زمن من الأزمنة كانت المرأة البدينة تعتبر من معايير الجمال، الآن المرأة النحيفة أو المرأة الرشيقة يرونها من معايير الجمال. أضف إلى ذلك الآن أصبحت معايير جدا دقيقة في أمور ما أنزل الله بها من سلطان. الخطوة الثانية: لا تقارن نفسك بغيرك أبدا مهما امتلك هذا الشخص من معايير الجمال، لأن المقارنة دائما ظالمة. أنت تقارن أسوأ ما عندك بأفضل ما عند الآخر، والمقارنة تفقد ثقتك في نفسك مهما كان لديك من مقومات الجمال والشكل والملامح. المصيبة عندما تفتح أو تفتحين على نفسك باب المقارنات راح تدخلين في معاناة لا نهاية لها، لأنه راح تقارنين نفسك أنت كشخص واحد بمجموعة من الأشخاص، كل شخص عنده مقومات مختلفة، فأنت تبحثين عن جميع المقومات المختلفة في أشخاص مختلفين تريدين أن تكون في شكلك أنت الواحد، وهذا الشيء يخلق معاناة، يخلق شعور من عدم الثقة، يدخل الشخص في حالة من الاكتئاب وفقدان لتقدير الذات وشعوره بالخجل أنه يظهر أمام الناس أو يختلط في المجتمع. الخطوة الثالثة: أفضل طريقة لمقاومة أي شعور سلبي هي المواجهة. على الشخص أنه دائما يتحمل صعوبة المواجهة ويتحمل شعوره بالتوتر أو الضيق، لأنه في كثير من الأشخاص فعلا يشعر بتوتر وضيق أنه يخرج إلى العالم، لأنه من كثر ما هو يشوف مناظر أو معايير معينة للشكل الجمال يرى أنه شكله لا يناسب أنه يظهر أمام المجتمع. صدقوني هذه العينات موجودة، أنا أعرف، لا حد يقول أنت تبالغين. في ناس ما يحبون يطلعون، ما يحبون يختلطون، لأنه معايير أشكالهم الخارجية يشعرون أنها أقل من غيرهم، فممكن يتعرضون للنقد أو أنهم هم يشعرون بالخجل أو حتى لو ما أحد انتقدهم. فأفضل طريقة لمواجهة أي شعور سلبي تشعر فيه، فالمواجهة زي ما قلت لكم هي من أصعب الأمور، ولكن هي الطريق الأنجح للخروج من هذه الدائرة، لأنه أصعب شيء يواجهه الشخص الغير واثق من نفسه هو أنه يخرج للمجتمع، يخرج للناس، يتعامل معهم، يتعرض لأشياء ممكن تضايقه أكثر، ممكن تفقد ثقته في نفسه أكثر، فيحاول أنه يبدأ يتجنب العلاقات الاجتماعية، يتجنب الناس، يتجنب الاجتماعات، وهذه من الأمور اللي تزيد الأمر سوءا.
الخطوة الرابعة تعلم كيف تتعامل مع المنتقدين لجسمك، لملامحك، لشكلك الخارجي. حاول أنه تكون عندك سرعة البديهة وقوة الرد، لأنه إحنا راح نتعرض دائما وما إحنا في مأمن عن أن نتعرض الناس متنمرين ومنتقدين وناس سخيفين وناس تافهين وناس ممكن يرمي عليك ذبة وهو على باله أنه قاعد ينكت أو يستخف دمه، وهذا الشيء ما يبالي إذا كان جرح الشخص أو أنه أحبطه أو أفقده ثقته في نفسه. فدائما تعلم كيف ترد على هؤلاء المتنمرين والمنتقدين، وجهز نفسك أنه ردودك تكون ردود مختصرة وما تبين أنه أنت انفعلت أو تأثرت بكلامه أو بنقده. الخطوة الخامسة، أحط نفسك بدائرة مليئة بالأشخاص الإيجابيين، سواء الأشخاص اللي تعرفت عليهم في السوشيال ميديا أو الأشخاص في الحياة الواقعية، لأن هؤلاء الناس الإيجابيين والناس اللي عقلياتهم متفتحة والناس اللي ينظرون إلى الأمور بشكل جمالي يجعلونك تنظر لنفسك ولغيرك بشكل أجمل. الخطوة السادسة، استثمر في نفسك وفي عقلك وفي شخصيتك وطور من مهاراتك. هذه الأمور كلها تجعل عقلك متفتح ونظرتك للأمور ولنفسك بإيجابية أكبر، وتخليك تركز على الأمور العظيمة والأشياء اللي أنت تقدر بنفسك تغيرها، لأنه جسد الإنسان الله خلقه بهذا التكوين وبهذا الشكل، فتبارك الله أحسن الخالقين. لكن تركيزك على الأمور اللي أنت دائما تقدر تعدلها وتركز عليها يرفع من ثقتك في نفسك، لأنه لما تركز على أمور محبطة وأمور أنت ما تقدر تعدلها أو ما تقدر تغيرها يقلل من ثقتك في نفسك. فالأولى أنه تركز على الشيء الإيجابي والجميل في شخصيتك، فشكل الجسد في النهاية يزول، والناس مهما شافوا شكلك جميل يظل لما يجلسون معك رح يحكمون عليك في النهاية بعقلك وبشخصيتك. الخطوة السابعة، حاول أنك تقدم عمل أو تنجز شيء جميل في حياتك أو تمارس هواية ومهارة وتبدع فيها، لأنه هذا الشيء يجعلك تشعر بثقة عالية في نفسك وتصبح لا تولي اهتمام كبير لموضوع الشكل الخارجي والملامح، بقدر ما أنه تعطي قيمة أعظم وقيمة أعلى للإنجاز اللي أنت قاعد تحققه في حياتك. في الأخير أحب أقول لكم نصيحة مهمة، دائما الإنسان عدو نفسه، دائما الإنسان هو اللي يكبر الأمور ويضخمها وينظر لها بشكل غير واقعي. حاول إنك تدرك الواقع كما هو، لأنه طريقة إدراكنا للواقع هي اللي تغير مجرى كثير من الأمور. في كثير من الأشياء والعيوب أصلا الناس لا تلقي لها بال ولا تهتم فيها ولا يمكن أصلا عمرهم شافوها فيك، لكن أنت تراها في نفسك وتضخمها. وقوف الشخص أمام المرأة كل يوم وهو يركز على هذا العيب يجعل من هذا العيب شيء كارثي، بينما لو سوينا تدريب بشكل مختلف وبشكل معاكس وركزنا كل يوم على الأمور الجمالية في أجسادنا وفي ملامحنا راح نلاقي أنه فينا من الجمال وفينا من الأشياء والسمات والملامح والجماليات الشيء الكثير، لكن الشخص بحكم أنه يضع زوم على منطقة العيب ويضخمه ويكبره ويجعل منه شيء كبير فهو لا يرى إلا الشيء السيء. أتمنى يكون الموضوع عجبكم ونال استحسانكم، أتمنى كمان تشاركوه للأشخاص القريبين منكم واللي تحبونهم ويهمكم يكونون أشخاص واثقين من أنفسهم، وأكيد شاكرة ومقدرة لكم وقتكم الثمين، وإن شاء الله نلقاكم على خير في موضوع آخر بإذن الله.